Hello my name is Corbett I live in London please uh, watch easy englishy with Mr Taha and enjoy السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلبه وطالبات الصف الاول الثانوي اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده معاكم مستر طه البنا من قناه Easy انجليزي النهارده ان شاء الله هنبدا مع يونت 1 بارت 3 ما ننساش ان احنا مع اليونت اللي عنوانه فيموس ايجيبشيانز المصريين المشاهير ونبدا ان شاء الله على طول بالجزئيه الثالثه والاخيره من الوحده الاولى تمام عندنا الجزئيه بتاعه الكوميونيكيشن سكيلز المهارات او مهارات التواصل فعندنا جزئيتين الجزئيه الاولى ديسكرايبينج بيبل ودي اللي هناخد فيها وصف الناس احنا دي جزئيه لانجويج فانكشنز الوظائف اللغويه بشكل عام عندنا قلنا زي ما اتفقنا عندنا جزئين الجزئية الأولى describing people وصف أشخاص أو وصف الناس ودي جزئية مهمة جدا بخصوص الرايتنج when you are going to speak about a person you like لما تكون هتتكلم عن شخص أنت بتحبه آه, عندي شوية tips كده نقراها أول حاجة choose a person who is famous or who you know well اختار شخص مشهور أو واحد أنت تعرفه كويس جدا طبعا واحد أو واحدة He or she هو أو هي can be alive ممكن يكون على قيد الحياة or from history أو من التاريخ، شخص يعني موجود في التاريخ لأنه مات مش موجود ما بيننا في الوقت الحالي. النصيحة الثانية make notes هنعمل مع بعض كده ملاحظات to answer these questions عشان نجاوب على الأسئلة دي، هنشوف طبعا الأسئلة اللي عندنا like the sample below زي الأمثلة اللي تحت, الأمثلة دي. you can use some of these adjectives Mمكن, uh, you can use some of these adjectives الصفات. الصفات beautiful brave calm careful cheerful clever different enjoyable exciting fit friendly funny great hard working helpful, important, interesting, ordinary, or ordinary, of course, polite, مؤدب, popular, strong. معظمهم كلهم أخذناهم قبل كده حتى من زمان مش شرط إن إحنا نكون أخذناهم في الوحدة دي فتعالوا كده نشوف بقى الأمثلة اللي هو بيقول لي عليها تمام Writing a short biography كلمة biography أنا عندي حاجة اسمها biography الفرق ما بين biography و او زي ما احنا بنقول عليها autobiography اللي هي اولها كلمه auto او auto بالامريكان لما نقول biography يبقى انت اللي بتكتب عن شخص اخر او شخص بيكتب عن شخص اخر مش شرط انت او انت يعني فدي بنقول عليها biography لكن autobiography autobiography لما الشخص نفسه يكتب سيرته سر, الذاتيه او حياته عن نفسه يعني هو اللي بيكتب بنفسه عن نفسه دي اسمها autobiography أو بالامريكان autobiography لكن احنا النهاردة بنتكلم عن biography اللي حضرتك هتكتبها أو حضرتك هتكتبيها عن شخص مشهور أو شخص انت تعرفه طيب how to write a about a famous person كيف تكتب paragraph عن شخص مشهور رقم واحد تلاس who this person is اخبرنا من يكون هذا الشخص هو مين For example على سبيل المثال I would like to write about محمد صلاح أنا أود أن أكتب عن محمد صلاح ما فيش مشكلة Number two يعني في بداية الparagraph بتاعك اكتب لي جملة زي كده عرفني أنت بتكتب عن مين Number two Tell us some information about him or her ع... قول لنا بعض المعلومات عنه أو عنها When was he or she born أين أه س... نقول متى بمعنى صح When أه متى هو أو هي ولد أو ولدت And where what is his or her job؟ أين أو ماذا وظفت أو وظيفته؟ على سبيل المثال إحنا خلاص اتكلمنا عن محمد صلاح أو اخترنا إن إحنا مثلا هنا هنتكلم عن محمد صلاح الأول عايزين نعرف متى ولد؟ He was born in غربية Egypt in 1992 هو اتولد في الغربية في مصر محافظة الغربية في مصر عام 1992 طيب وقلنا where تمام وقلنا what is his job تعالوا هنعرف طبعا احنا عارفين he is a football player or a footballer اللي رايحك استخدمه طيب number 3 هو بس بيجاوب لي على مثال يعني بيديني عن كل حاجة مثال number 3 describe his or her character and qualities اه اوصف شخصيته او مميزاته او شخصيتها شخصيتها او مميزاتها تمام دي معنى كلمة character character يعني شخصية والكواليتيز يعني مميزات شخصية طيب احنا نتكلم عن محمد صلاح for example he is hard working هو شخص جاد في عمله and ambitious الكلمة دي اسمها ambitious ومعناها طموح وهو وهو طموح تمام طيب. why you admire him or her لما انت تحبه او تحبها انت بتحبه ليه احنا بما اننا طبعا بنتكلم عن محمد صلاح I admire him أنا بحبه أو أعشقه because he exercises hard لأنه بيتمرن بجدية to make Egypt proud of him عشان يخلي مصر فخورة بي وأخذنا قبل كده proud of him دي أو proud of someone يعني. تمام جميل جدا أنت لو كتبت كده أنا كاتب لغاية دلوقتي أربع جمل أنت غالبا بتحتاج حوالي يعني من 10 ل 12 15 جملة علشان توفي عدد الكلمات لان المفاجاه الجديده ان هم ممكن يطلب منك عدد كلمات وهنشوف طبعا النهارده مثال عن كده مش عايزك تعتبرها حاجه كبيره لا الموضوع بسيط على فكره وسهل وهقول لك ازاي هو سهل طيب شويه نصايح تيبس تيبس فور رايتنج ا باراجراف نصائح عند كتابه الباراجراف ال اللي بتحكي بيه عن قصه شخص مشهور او اي شخص ايا كان Number one, make sure you use the تأكد دائما أنك تستخدم الزمن الصحيح ضع الأحداث في الترتيب الصحيح لو أنت بتتكلم عن تاريخ حياته فأنت تحطه في الترتيب الصحيح خذ في اعتبارك قوانين البانكتويشن اللي هي الكابيتاليزيشن انك تعمل حرف كابيتال في أول كل جملة، انك تنهي كل جملة بنقطة، انك بتسيب indent، بتسيب مسافة في أول الباراجراف هنشوف مع بعض، تعالوا نستكمل ونشوف إيه اللي جاي. تمام، تعالوا نشوف كده الإكزامبل اللي عندنا write a paragraph of, of about 90 words، اكتب paragraph من, من حوالي 90 كلمة on one of the following في واحد من المواضيع التالية. تعالوا كده نشوف الموضوع الأول The person you admire most أكتر شخص أنت بتحبه and want to follow his or her steps أو footsteps أنت عايز تتبع أو خطواته أو تتبع خطواتها اللي هي بنقول يعني تمشي على خطاه زي ما بنقول تمام؟ الموضوع الثاني friendship الصداقة طيب يا ترى هنختار إيه؟ أنا عايزكم نشوف كده هنختار إيه؟ خلاص تمام بناء على رغبات الجماهير العريضه نبدا نتكلم عن محمد صلاح طيب تعالوا نشوف كده احنا عندنا معلومات كتير قوي عن محمد صلاح نبدا نعمل درافت في دماغنا احنا نتكلم عن ايه طبعا انا عامل لك الموضوع جاهز ما فيهوش اي مشكله ولكن حط كده في دماغك انت نقاط قبل ما نبدا نكتب يعني انت ممكن توقف الفيديو وتبدا تفكر حط نفسك دلوقتي في الامتحان والطلب منك انك تكتب فعلا عن شخص انت بتعشقه وانت بالفعل او انت بالفعل اخترتي او انت اخترت محمد صلاح طيب ابدا كده رتب الافكار اللي انت هتتكلم عنها وقف الفيديو وشوف الافكار اللي انا كتبتها هل يا ترى هي متقاربه ولا لا حط نفسك في موقف الامتحان علشان تقدر تواجه فعلا الموقف بتاع الامتحان في الواقع تعالوا كده نشوف انا آه كتبت ايه طيب آه انا ابتديت طبعا زي ما هو علمني في الكتاب I admire a lot of sports people أنا أعشق كثيراً من الرياضيين أو الناس الرياضيين but I would like to write about محمد صلاح ولكني أود أن أكتب عن محمد صلاح طيب التسعين كلمة اللي أنا كنت بقولك عليهم مش عقبة ليه؟ تخيل أني في جملة زي دي ان حرف الإي ده بيتحسب كلمة على فكرة فأنا لو جيت عديت كده عدد كلمات الجملة دي

انا اعشق العديد من الاناس الرياضيون but i would like to write about محمد صلاح ولكن اود ان اكتب عن محمد صلاح he was born in غربيه هو اتولد في الغربيه egypt في مصر in 1992 في عام 1992 في مصر عام 1992 He is hardworking هو شخص يعمل بجديه هو مجتهد في عمله خلي بالك هنا هو لما كان قال لي الجمله من شويه قال لي he is hardworking كوما او قال لي and ambitious انا هنا بقى قسمتها عشان اكسب عدد كلمات بص كده قلت he is hardworking ادي كده جمله شكرا حطيت نقطتي بدات جمله جديده وقلت he is ambitious هو يكون طموح هو شخص طموح تمام انا سبت مسافه اهو في الاول عشان ما تنساش انا طبعا قلت لكم على الحاجات دي لما جينا اخذنا القوانين بتاعه الكتابه فانا سايب مسافه اهو سايب مسافه في اول الباراجراف ببدا كل جمله بحرف كابيتال بنتهي بنهي كل جمله بنقطه اللي هي الفول ستوب بالبريتش اكسنت والبيريود بالامريكان اكسنت طيب قلنا اخر حاجه هي از امبيشس هو طموح وقفلت جملتي يبقى شفت انا قسمت الجمله ازاي عشان اكسب اكسب عدد كلمات I admire him انا Ashaku, because he exercises a lot to make Egypt يجعل proud of him Fahura bi. he plays for a famous club in England he plays for Liverpool, Liverpool. England has the most important league all over the world انجلترا فيها اهم دوري في العالم كله he does not just play in, in the English league هو مش بس بيلعب في الدوري الانجليزي he is one of the most important players there هو واحد من اهم اللاعبين هناك مش شرط ان انا العب في الدوري الانجليزي انا ممكن العب في الدوري الانجليزي واسمي ما يسمعش فانا بالتالي بقول لا هو he does not وخلي بالك بقى, بقى انا بص ما خليتهاش he doesn't عشان داز تتحسب كلمة ونوت تتحسب كلمة خليك لئيم تمام كده اضحك على المصحح He does not just play in the English league. هو مش بس بيلعب في الدوري الإنجليزي. He is one of the most important players there. هو واحد من أهم اللاعبين هناك. He was the league top scorer in 2018. هو كان ال ال زي ما نقول الهداف بتاع الدوري هناك في عام ألف في عام 2018 I like football very much. أنا بحب كرة القدم جدا. I want to follow محمد صلاح's footsteps. أنا عايز أمشي على خطى محمد صلاح. أتكلم عن نفسي مثلا وبقول بقى أنا بحب كرة القدم جدا وعايز أمشي على خطى محمد صلاح. I hope أنا أأمل to be like him إن أنا أكون مثله one day في يوم من الأيام. إحنا كتبنا حوالي 107 كلمة ما تكتبش 90 بالظبط انت متخيل يعني احنا عدينا التسعين 90 الباراجراف البسيط ده كان بيتكون من 12 جمله 12 sentences يبقى ال12 جمله اللي انا كتبتهم ادوني 107 وكمان كان في افكار كتير احنا ما حطيناهاش زي ما جينا هنا قلنا هو بيلعب في ليفربول انا قلت بس هو بيلعب في نادي مشهور في انجلترا هو بيلعب لنادي ليفربول في حاجات وافكار كتير جدا ممكن تضيفها والشباب يعني كمان اكيد عندهم معلومات يمكن اكتر مني في الجزئيه دي ونقدر نضيف معلومات اكتر من كده بسهوله ما تستصعبش الموضوع 90 كلمه زي ما انا قلت لك الحرف زي حرف الاي ده بي بيتعدى على انه كلمه لما تيجي تكتب حاجه منفيه زي doesn't ما تكتبهاش doesn't اكتبها does not عشان تتحسب بكلمتين وهكذا تمام تعالوا نشوف الجزئية الثانية suggestion الاقتراح بتتنتق suggest suggestion suggestion الاقتراح ازاي اعمل اقتراحات؟ يا الموضوع سهل جدا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عندي خمس طرق أقدر أعمل بيهم suggestions اقتراحات على سبيل المثال أول واحد let's هيا بنا دعنا let's go to the cinema هيا نذهب إلى السينما دعنا نذهب إلى السينما What about having a cold drink? أو How about having a cold drink؟ يا اما تقول What about؟ يا اما تقول How about؟ ماذا عن تناول مشروب بارد؟ أنت بتقترح بتقدم لحد الاقتراح ده. Shall we have a cold drink؟ هلا شربنا هلا تناولنا مشروب بارد؟ You could watch a video. تقدر نقدر نتفرج أو أنت تقدر تتفرج على فيديو. تمام لو انا حابب احط كمان نفسي في المجموعه وي كود واتش ا فيديو خلي بالك ان الفاعل مش شرط انه يبقى يو في الاقتراح طبعا يعني. Why don't we go for a walk؟ لماذا لا نذهب للتمشية؟ تمام كل دي طرق للاقتراح عندي بقى الرد على The الرد على الاقتراح عندي agreeing انك تكون موافق وانك disagreeing انك تكون مش موافق. تعالوا نشوف الموافقه. It's a good idea. إنها لفكرة جيدة. اوكي okay. تخيل ان كلمه اوكي okay. اجابه صحيحه just two letters فقط حرفين انا جاوبت اجابه صحيحه yes great idea نعم انها فكره جيده why not لما لا ليه لا يعني تعال نتفرج على فيديو ليه لا طيب disagreeing عدم الموافقه I'm sorry I'm busy أنا آسف أنا مشغول طيب عندي اقتراح تاني إنك أو اقتراح تاني للإجابة يعني إنك تكون مش موافق I'm not very keen انا مش ميال قوي للموضوع ده انا مش مستمتع قوي بالموضوع ده انا مش مبسوط قوي بالموضوع ده إيه زيها يعني I'm not very interested in انا مش مستمتع بالشيء ده او انا مش ميال لي. إيه I don't feel like it انا لا اشعر بالارتياح لذلك او للشيء ده يعني مش مش مبسوط بيه طبعا انت بتنقي واحده من هنا او اتنين وتنقي واحده او اتنين من هنا وهم يبقوا الاستخدامات بتاعتك في الموافقة والرفض أو عدم الموافقة يعني تعالوا نشوف مع بعض سؤال situations write what you would say in each of the following situations اكتب ماذا ستقول في كل من المواقف التالية بيجي لي في الامتحان أربع مواقف عليهم أربع درجات طيب نبدأ بنمبر 1 your friend suggests watching TV but you disagree صديقك بيقترح انك تشاهد التلفاز او ان أنت تشاهدوا التلفاز but you disagree لكنك تبدي عدم الموافقه انت بترفض. حلو احنا أخدنا ايه في الرفض؟ أخدنا ثلاث اساليب وممكن طبعا انت تقترح اي حاجه في الاجابات ما عندكش ما عندناش مشكله يعني we don't have to stick to the book مش لازم التزم يعني باللي موجود في الكتاب ولكن لو التزمت باللي موجود في الكتاب هقول له انا اسف انا مشغول صح كده؟ I'm sorry I'm busy وخلاص على كده. تمام نمبر 2 يو سجست سبيندينج ذا ميد يير هوليداي ان شرم الشيخ انت بتقترح قضاء عطلة نصف العام في شرم الشيخ طيب انا هاجي من عند سبيندينج كده سبيندينج يعني قضاء ايه الاقتراح او السجستشن اللي احنا أخدناه اللي بيبتدي سبيندينج او مش بيبتدي يعني في كلمه سبيندينج في الفعل اللي بيكون فيه اي ان جي ايوه سامعك انا سمعتك عندي what about or how about صح أقدر أقول What about or how about spending the mid-year holiday in Sharm الشيخ؟ وطبعاً أحط علامة استفهام ماذا عن قضاء عطلة نصف العام في مدينة شرم الشيخ؟ طيب number 3 Someone asks you about Dr. Zewail شخص بيسألك عن دكتور زويل آه جميل جداً هقول له هو عالم مشهور أو هو يكون عالم مشهور زي ما إحنا بنقولها طبعاً لما هنقولها باللغة الإنجليزية يعني انا ممكن اقول he is a very famous scientist who won Nobel Prize هو عالم مشهور وفاز بجائزة نوبل صح كده؟ جميل انت بتدي له اي معلومة عن دكتور زويل طيب number four your teacher asks you about the person you want to speak about مدرسك بيسألك عن الشخص اللي انت هتتكلم عنه يعني التيتشر اداكوا تعملوا بحث وكل واحد هيتكلم عن شخص فالمدرس بيقول لك ها فلان هتتكلم عن مين فانت هتقول له لسه واخدينها زي ما اتكلمنا عن محمد صلاح هقول له I would like to talk about I would like to talk about محمد صلاح على سبيل المثال اهي I'd like to talk about محمد صلاح او I would طبعا انا عملتها في الباراجراف I would عشان تتحسب اي كلمة وود كلمة لكن انا هنا ممكن اقولها I'd like to talk about محمد صلاح انا اود ان اكتب عن محمد صلاح وتبقى اجاباتي صحيحة خلي بالكم ان احنا في ثانوي ما بيجيليش الكلام من بس جزئية ال language functions. جزئية ال situations ما بتجيش بس من language functions زي هنا someone asks you about Dr. Zewail حد بيسألك عن Dr. زويل اتكلم عنه اوصفه تمام فمش بس من language functions لا انا ممكن اللي يساعدني كمان ال texts اللي موجودة في الكتاب تمام اتمنى إيه ان الموضوع كده يكون واضح بالنسبة لنا ويكون سهل ان شاء الله استنى ما تقفلش الفيديو اتمنى 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 اني زي ما انا حاولت افيدك انت كمان حاول تفيدني اعمل لايك آه، لو انت مش مشترك في القناه ياريت تشترك فيها لو انت مش مفعل الجرس فعل الجرس لو سمحت علشان يجيلك notification يجيلك اشعار مع كل حلقه جديده بتنزل ما تنساش زي ما اتفقنا تفعل الجرس عشان مهم جدا آه، تقدر تبحث عن اي حلقه فاتتك على اي متصفح عندك حتى على اليوتيوب نفسه باستخدام ايزي انجليزي لو انت مش مشترك في القناه طبعا لو انت مشترك في القناه ومفعل الجرس خلاص انت مش محتاج اي حاجه اه ما تنساش كمان اني على الصفحه من الهوم بيج انت تقدر تخش على القوائم اللي هي بلاي ليست وعليها متقسم كل منهج انا بشرحه منهج اولى ثانوي منهج ثالثه اعدادي وباقي المناهج الاخرى سواء كان ترم اول او ترم ثاني اتمنى يا رب ان انا اكون ساعدتكم وفدتكم كان معكم مستر طه البنا من قناه ايز انجليزي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته